الآن خلينا نتطرق إلى أول عنصر ضمن الكنترولز ضمن التول بوكس، ألا وهو البوتن. ولكن قبل ذلك أبدي أدخل إلى الكود وأبدي أحذف الخاصية الخاصة في الباكروند إيمج، أبدي أحذفها بهذا الشكل، وأيضا الإيمج لاي أوت الخاصة فيها أيضا أبدي أحذفها حتى أبدي أتخلص من الإيمج. أوكي، أيضا أبدي أذهب إلى خصائص الفورم وأتجه إلى الباك كلر وأبدي أرجع إلى الوايت اللون الأبيض اللي يكون عندنا بهذا الشكل تماما. طيب الآن أبدي أذهب إلى التول بوكس وأبدي أخذ بوتن، هذا البوتن اللي موجود عندك، إما أنه أنقر عليه مرتين بهذا الشكل يبدي يضيفه إلى كلا الركن هنا تماما، أو لا أنه أني أبدي أضغط عليه ضغطة واحدة بهذا الشكل راح يبدي يحولك مؤشر الماوس إلى عملية الرسم وأبدي أرسم دراج أند دروب بهذه الصورة. الآن طبعا هذا البوتن اللي بدأ الرسم إليك إلى مجموعة الخصائص الخاصة فيه ومجموعة الأحداث مثل الفورم تماما. طيب الآن الشكل الخاص في هذا البوتن هو الشكل القياسي لنظام ويندوز، أوكي، هذا هو الشكل القياسي الستاندر. يعني بكل بساطة لو تجي إلى نوافذ ويندوز، فعلى سبيل المثال نتجي إلى هاردوير أنسورد إلى سوند، راح تجد أنه عندك هذا البوتون هو الشكل القياسي في كل النوافذ. أوكي، فجميع الأدوات اللي تتم عملية إضافتها هي تحتفظ في البداية للشكل الرئيسي الخاص في ويندوز. الآن إلك أنت إلك الحق إلك القدرة على عملية تغييرها، ما في عندنا أي مشكلة. طيب خلينا الآن نبدي نتعرف على مجموعة البروبرتيز العامة ثم بعد ذلك نبدي نغير المظهر الخاص فيه. الآن مجموعة البروبرتيز المهمة اللي هو التكست، التكست الظاهر عليها، على سبيل المثال انه اقول له هلو وورلد، هذا هو التكست الظاهر على ايش، على التكست، يعني خاصية التكست. لما اقول لك تكست فهو التكست اللي يظهر على الكائن تماما. الآن طبعا التكست إلى alignment خاص فيه، يمكن أن تقوم بالضبط alignment الخاص فيه، تضغط عليه بهذا الشكل تلاحظ هذا النظام alignment، إما أنه يكون للأعلى أو في الوسط أو السنتر، وبالتالي طبعا هذا كموازاة يعني عمودية، أو يكون باتجاه اليسار واليمين أو في السنتر. الآن هو موجود عندك في السنتر بهذا الشكل. طيب الآن لو تتجي عندك للأعلى راح تجد عندك إيش، تجد الفونت، وهي خاصية جدا مهمة تقوم بتغيير الفونت الخاص فيه. فعلى سبيل المثال أضغط عليه بهذا الشكل وأبدي أبحث عن أي فونت أنت مسجل عندك ضمن الكمبيوتر أو منصة وأبدي أختاره وأضغط عليه بهذه الصورة. أوكي، الآن الفور كلر هو اللون الأمامي أو الظاهري، اللون الظاهري الخاص فيه، وطبعا تقدر تغيره إلى أي لون يبدي يناسب التصميم الخاص فيك. فعلى سبيل المثال أغيره إلى اللون الأحمر يكون عندنا بهذا الشكل، ولو تصعد للأعلى تجد عندك الباك كلر، وهذا هو نفس الخاصية اللي تطرقنا لها في الفورم. طبعا أيضا تقدر تغيرها إلى أي لون آخر، على سبيل المثال أجعلها بهذا الشكل. طيب الآن احنا غيرنا في المظهر مالته وغيرنا في مجموعة الخصائص الخاصة في الفور كلر باك كلر والفونت والتكست الخاص فيه واللايمنت الخاص فيه. الآن لو نفكر انه نقوم بإضافة آيكون، فبالتالي انت ايش راح تذهب، تذهب الى ايش، تذهب الى الايمج الخاصة فيه. لو تنزل للأسفل او تبحث تستطيع انه طبعا تبحث عن الخصائص عن طريق السيرش، ولو هنا الآن لا يتيحنا عملية البحث. المهم تبحث عن ايش، تبحث عن ايمج، هذه هي الايمج اللي موجودة عندك، طبعا تنقر عليها بهذا الشكل ثم تختار الايقون اللي انت راح تبدي تستخدمها. وعلى سبيل المثال نبحث عن close icon. اوكي، نبدي على سبيل المثال نختار اي ايكونة هنا تكون بسايز معين باعتبار انه احنا نبدي نستخدمها كايكون. اوكي، لو تلاحظ تم اضافتها بهذا الشكل، ابدي اكبره بهذه الصورة ثم بعد ذلك هذه الايكونة اللي انا قمت باضافتها استطيع انه اعمل لها alignment. اوكي، فأعمل لها alignment إلى الأعلى ثم بعد ذلك أذهب إلى التكست هذا اللي أنا وضحته وأيضا أعمل له alignment إلى الأسفل، فيصبح عندك بهذا الشكل تماما. هنا عندك الأيقونة وهنا عندك التكست. طيب الآن مثلا أبدأ أغير في الخصائص الخاصة في الفلات ديزاين، أنه أنا أجعل التصميم الخاص فيه فلات، كيف راح أبدي أذهب إلى شيء يسمونه فلات ستايل، تلاحظ انه الان هو ستاندرد، تستطيع انه تجعله سيستم، الان اغيره الى فلات اصبح عندك فلات. الان داخل الفلات ابيرينس راح تجد عندك البوردر يعني الحواف،
تستطيع أن تقوم بإلغاء البوردر أو تقوم بالضبط على اللون والثكنس الخاص في السمك. على سبيل المثال أجعلها بمقدار صفر، فالآن أصبح عندك بوتون يكون عندك بهذا الصورة. الآن لو تبدي تشغله راح تلاحظ أنه تصميم البوتون أنت صممته بالشيء اللي أنت تريده تماما. أوكي، الآن في هوفر، يعني لما أخذ مؤشر الماوس وضعه تلاحظ أنه هو يغير لك في الباك كلر. طبعا هذه الإعدادات القياسية المضمنة ضمن البرنامج، يعني ضمن أدوات القياسية. الآن طبعا بالنسبة للحدث الخاص في البوتون، الأحداث الخاصة في أهم حدث هو حدث الضغط كليك. لو تضغط عليه بهذا الشكل راح يبدي يولد لك حدث الضغط الخاص فيه، اللي هو راح يكون عندك كالآتي: Private System Void Button، الحدث الخاص فيه كليك. ثم راح ياخذ لك Object على أساس يكون عندك Sender ويقتبس لك الـ E، ثم راح يفتح لك البلوك كود. أوكي، هذا هو البلوك كود، يعني أنا لما أريد شيء أبدي أنفذه راح أبدي أنفذه هنا تماما. طيب الآن مثلا نريد أنه نقوم بتغيير الخصائص برمجيا، يعني أريد أنه لما أبدي أضغط على هذا البوتون أغير التكست اللي موجود عليه إلى أي نص آخر، إلى كلوز على سبيل المثال. إذا نقرأ طبعا حتى أعمل الحدث بصورة بسيطة جدا، أجي على هذا البوتون وانقر عليه مرتين أعمل لك الحدث الخاص فيه. أوكي، الآن إيش راح أقول له؟ راح أقول له هذا البوتون كيف راح أبدي أتعامل معه؟ أتعامل معه عن طريق الاسم الخاص فيه، يعني أي شيء تريد تتعامل معه لابد أنه تتعامل مع الاسم. إذن هون أنه نعطيه اسم خاص فيه، هذه الخاصية جدا مهمة. إذن أعطيه الاسم الخاص فيه، يمكن تعطي أي اسم خاص في الكائن، ولكن لا يبدي برقم وأيضا لا يحتوي على سبيس، يعني تتعامل كأسماء المتغيرات تماما. الآن طبعا اسمه button 1، إذا إيش راح أقول له؟ راح أقول له هنا داخل الحدث أو داخل البلوك كود راح أقول له button 1، ثم راح أقول له بهذا الشكل، وراح أقول له عدي خاصية التكست، وبصورة مباشرة أبدي أسند لها التكست الخاص فيها على أساس مثلا يكون عندك close، ثم ذلك semicolon. إذا بهذه الطريقة تقوم بتغيير الخصائص الخاصة فيه. الآن لو تبدي تضغط عليه بهذا الشكل وتبدي تضغط على البوتون راح تلاحظ انه خاصية التكست راح تبدي تغير عندك الى، الان لو اضغط بهذا الشكل تغيرت الى كلوز. اذا بهذه الطريقة انه نعمل الاحداث، وبهذه الطريقة نتعامل مع الخصائص. الجزء المهم هنا لابد انه تتعرف على انه تعطي اسم للكائن. انا حتى اتعامل مع الكائن فانا اتعامل مع، قلنا احنا في نظام في نمط ويندوز فون نتعامل مع برمجة كائنية التوجه، إذا كل كائن له اسم الخاص فيه، وطبعا لك الحرية في تسمية الكائنات أو هي تتولد عندك بشكل تلقائي طبعا.